السلام عليكم ورحمة الله، معاكم سيد من قناة الإبداع والتميز. دائما قناتكم أبدع واستمتع وفيديو جديد. النهاردة بنتكلم عن السبليت سكرين، وبالعربي كده إزاي أقدر أعمل أكثر من فيديو وأعرضهم في نفس الشاشة في نفس الوقت. طبعا الموضوع دوت مفيد جدا، لأن أنت ممكن عن طريقه إن أنت تعمل شروحات جميلة، بإن أنت تتكلم في الفيديو وتظهر فيديوهات تانية أثناء ما أنت بتتكلم في نفس الشاشة، أو أنت تقدر تعمل إنترو احترافي وجميل تظهر فيه أكثر من فيديو في نفس الوقت. عشان نعمل السبليت سكرين، وده من المؤثرات الجميلة في الفيديو، هندوس على كلمة سبليت سكرين هنا اهوت، ونختار الشكل اللي أنا عايزه. عدد طبعا هنا اهوت عدد كبير جدا من طريقة عمل السبليت سكرين أو الشاشة المنقسمة. تمام، تختار الشكل حسب احتياجك. يعني انت ممكن تختار حاجة زي كده، مثلا الفيديو الكبير على اليسار وثلاث فيديوهات هنا على اليمين، فممكن نختار ده مثلا. خلاص نسحبه ونشده لتحت، اهو ظهر البريفيو اهو زي ما انت شايف، الفيديو 1 و 2 و 3 على اليمين، والفيديو 1 اللي هو الكبير على اليسار. وتقدر هنا تخش في الادفانس وتحدد الاعداد. هنا لما تقف على الفيديو، تمام، هتلاحظ ان في هنا اهوت اعدادات بتجيلك لكل فيديو. يعني هنا تقدر توقف الصوت بتاع الفيديو دوت وتشغل مثلا الصوت في اي فيديو اخر يعني هو مثلا. وهنا تقدر تخش على الاعدادات المتعلقه بالفيديو نفسه. طبعا لما نحط الفيديو هنشوف طبعا الكلام ده. اهو هنا اهوت مثلا حط لنا ثلاث فيديوهات اهو، والفيديو الاولاني لما تقف على الفيديو بيعلمك عليه، وتقدر تخش على كل الخيارات اللي انت عايزها. طيب نعمل الموضوع عملي ونتاكد ونشوف ايه امكانيات ان احنا نعمل. هنا طبعا التايم لاين اقدر اقف هنا واسحب وازود التايم لاين بتاع السبليت سكرين. يعني مثلا هنا مثلا حوالي 30 ثانيه اهو، تمام. يعني معنى كده ان الموضوع السبليت سكرين هيمشي معانا حوالي 30 ثانيه. لسه طبعا انا ما اضفتش الفيديوهات اللي انا هحطها في السبليت سكرين، فعشان اضيف الفيديو ندوس على علامة الزائد. احنا دخلنا على الكمبيوتر بتاعنا، نقدر نجيب الفيديوهات اللي انا هشتغل عليها. زي ما انتم شايفين اديني جمعت اربع فيديوهات، الفيديو هيبقى على اليسار وثلاث فيديوهات على اليمين. عشان احدد الفيديوهات، مجرد ان انا اقف هنا على الفيديو اللي انا عايزه واسحبه واحطه هنا جوه الشاشة اللي انا عايزها اهو مثلا. اهو زي ما انتم شايفين ده هيبقى أول فيديو على اليسار، وعندك بقية الثلاث فيديوهات أسحب برضو وأحط هنا أهو، تمام. وأدي التاني وأدي التالت وأدي الفيديو الرابع كده أهو. زي ما أنتم شايفين أنا سحبت الفيديوهات كلها للموقع عندي. وزي ما أنتم عارفين وقلت لكم إن إحنا نقدر نتحكم في كل فيديو، تمام، في إن أنا مثلا أعمل زوم إن وزوم أوت أهو. زي ما أنتم شايفين أقدر أقرب على الجزئية اللي أنا عايزها، تمام. واقدر كمان اسحب الفيديو نفسه عشان اعمل البوزيشن بتاعه والوضعيه بتاعته شويه بعد، يعني بعد ما اقرب اقدر احدده، تمام. هنا كل فيديو نفس الكلام اهو، اقدر اقرب الفيديو زي ما انتم شايفين، واقدر احدد البوزيشن بتاعه حسب ما انا عاوزه، تمام. وممكن اعرف ان هو اعمل ديليت للفيديو. زي ما انتم عارفين برضو ادي علامه الصوت، اقدر ادوس هنا واقفل الصوت بتاع الفيديوهات كلها مثلا. خلاص واخلي مثلا الفيديو بتاع الصوت بتاع الفيديو الرئيسي اللي هو ده، تمام. طيب عشان اخش في الاعدادات المتقدمه واحدد اكتر، افرض انا عايز مثلا الفيديو اللي على اليسار ده يبدا من جزئيه معينه، تمام. كل اللي انا هقدر اعمله ان انا اخش هنا في الاعدادات المتقدمه في الادفانس بتاع الفيديو اللي انا فيه اهو، فتح لي هنا الفيديوهات كلها اهو. بنزل اقف على الفيديو اللي انا عايزه، تمام، واقدر احدد الجزئيه اللي هيبدا فيه. بسحب اهو، شد المسطره وبسحب، تمام، فبيوصل لي وضعيه الفيديو، يعني كاني بقصه بالظبط بحيث ان الفيديو يبدا من هنا، تمام. وبعدين ممكن اشد كمان هنا هو يمين ويسار عشان اشوف بقيه الفيديو لو عايز تقصر حجم الفيديو اهو. اسحب هنا كده خلاص، يبقى هتلاحظ ان الفيديو هيبدا في اللقطه دي. ممكن كمان نشد كمان اهو، فهتلاحظ ان الفيديو بيبدا في اللقطه اللي انت بتقف عندها اهو. لو شغلنا اللي هي على طول بيبدا اهو، ادي اللي بيتكلم وبيبدا
في 3 فيديوهات على اليوتيوب. طيب نقدر برضه نتحكم في بداية كل فيديو. اهو انا مثلا واقف هنا على الفيديو ده، اهو ظهر تحت نفس الكلام، اقدر اتحكم في بداية الفيديو. مثلا عايز يبدأ في اللقطة دي، بسحبها واحطها في الاول كده، هو الفيديو هيبدأ في اللقطة دي، وهكذا في كل الفيديوهات. بحدد البداية بتاعة كل فيديو. طبعا احنا اخترنا هناك 30 ثانية، يعني الفيديو هيقعد 30 ثانية في السبليت سكرين بتاعنا، تمام. فهنا هو نقدر نعصر كل الفيديوهات ونخليها هي كمان 30 ثانية. عشان احدد التايم لاين اقدر اضيق التايم لاين واشوفه من الاول للاخر، ادوس على علامة الماينس هنا بيجيب لي التايم لاين، اقدر اخد التايم لاين بتاع كل فيديو. طبعا كل فيديو مختلف طوله عن الفيديوهات التانية، فاقدر اجيب الفيديو من اخره واشد واعصر الفيديو ونخليهم كلهم 30 ثانية عشان يتماشوا مع السبليت سكرين اللي انا عاملها. باخد اهو الفيديوهات واقصر الوقت بتاعها، تمام. بعدين نكبر شوية عشان نشوف بالظبط التايم لاين بتاعي. هنا هو ادي 30 ثانية هنا، فبنسحب لحد ما يقف على ال 30 ثانية اهو. وهنا الفيديو تاني نفس الكلام على ال 30 ثانية. كده اهوت انا عملت اهو الفيديوهات كلها، تمام. وهو نبدأ الفيديوهات ونشوف نعمل بريفيو. ادي الفيديوهات، 4 فيديوهات شغالين كلهم في نفس الوقت، تمام. وفي صوت زي ما انتم شايفين اهو بيطلع من الفيديو الاول اللي احنا قلنا ان انا هخلي الصوت يطلع منه. لو انت عايز تعمل خلفية موسيقية بتقفل هنا الصوت، تمام خالص، وبتروح على الاوديو. ادي ونوت الخيارات، طبعا زي الخيارات العادية جدا بتاعت الفيديوهات اللي انت بتشتغل عليها في المورا. هتروح نوت الاوديو، تمام، وتقدر تحدد الصوت اللي عندك، وتقدر تختار كل خيارات الصوت، وحتى نوت الايكولايزر تقدر تحدد نوعية الصوت اللي انت عايز تشغلها، تمام. وتقدر كمان تعمل ريموف باك جراوند، تمام. وبعدين بعد ما بتخلص خالص تروح بره وتحط الصوت اللي انت عايزه. طيب عندنا بقى خيارات الفيديو. زي ما انت عارف خيارات الفيديو هتبقى زيها زي الخيارات العادية اهو. لما بنقف على الفيديو عندك كل الخيارات بتاعت الفيديو العادية، يعني الترانسفورم تقدر تعمل روتيت اهو لو عايز تتحكم في الروتيشن بتاع الصورة، تقدر تعمل فليب يمين ويسار، وهنا هو نفس الشيء. وعندك السكيل تقدر تعمل زوم ان وزوم اوت، تمام. وعندك البوزيشن برضو يمين ويسار، الاكس والواي، تمام، وفوق وتحت اهو الواي، تمام. وتنزل تحت هتلاقي برضو الاستابلايزيشن، وعندك الكروما كي للشاشة الخضراء، وما الى ذلك من خيارات كتيرة. طبعا ديت بنسرد ليها فيديوهات مخصوصة للتحكم في الفيديو. طبعا هنا الميديا لو انت عايز تشيل اي فيديو من الفيديوهات او تضيف فيديو جديد، بتخش على امبورت وتختار اي ملف جديد عايز تضيفه للفيديوهات اللي عندك، بحيث ان انت لو عايز مثلا تضيف اكثر من فيديو يمشوا ورا بعض جوه السبليت سكرين نفسها، فبتروح هنا في الميديا يفتح لك الكمبيوتر بتاعك وتضيف الفيديو اللي انت عايزه، تمام. وبعدين بتحدده هو هيخش على انهي سبليت سكرين، انهي سكرينه من الاربعه اللي احنا بنختارين. بعدين عندك الكالر، تقدر زي ما انت شايف اهو تختار وتتحكم في كل الالوان اللي عندك. طبعا ده موضوع كبير جدا، موضوع الكالر ده هنسرد له فيديو مخصوص في التحكم في الالوان، خيارات الالوان بشكل عام. تقدر برضو تخش وتحدد فيها، او تقدر تختار اعدادات مسبقه من اللي هي موجوده تحت اللي هي ال 3D لوك اهو. تقدر تختار طبعا ده كله حسب الفيديو اللي انت واقف عليه، يعني خليك فاكر انت بتبقى واقف على فيديو معين، وبتقدر تختار خيارات مخصوصه لهذا الفيديو. اهو زي ما انت شايف بيغير كل الاعدادات حسب الخيار اللي انا عايزه، او تقدر تعمل نون فبيشيل اي مؤثر في الالوان اللي تكون حطيته. تقدر كمان تروح للانيميشن ازاي تحدد الدخله بتاعه الفيديو. يعني لو اخترت هنا مثلا على سبيل المثال، شوف الفيديو هتلاقيه بيخش من اليسار الى اليمين اهو. فلما نيجي نشغل الفيديو اهو زي ما انت شايف من اليسار لليمين، وبعدين بيروح يتحرك تاني، تمام. وتقدر كمان تستخدم طريقة الكي فريم، وديت انا سردها فيديو هتلاقيه دلوقتي موجود عندك، ظهر
الكي فريم، ازاي تحدد الحركات اللي تقدر تعملها للفيديوهات سواء بدخول الفيديو او الخروج من الفيديو. تمام، بعد ما تخلص كل عمليات القص وعمليات التقطيع بتاعة الفيديوهات وبدء ونهاية كل فيديو بتقول اوكي. تمام، ادي ظهر عندنا اهوت الفيديوهات. تمام، ونقدر نجرب ونعمل بريفيو اهو، نشغل الفيديو عندنا تظهر ادي الاربع فيديوهات بيظهروا. تمام، طبعا احنا كنا عاملين هنا اهوت في الفيديو الاولاني، نخش عليه تاني، نخش على ادفانس، كنا عاملين في داخله من اليسار لليمين. نقدر كمان نحدد الوقت بتاع الدخول، يعني لما نقف هنا اهوت هتلاحظ ان في هو عمل كي فريم اوتوماتيك، نقدر نقف ونحدد، نعمل رايت كليك، نقدر نمسح الكي فريم اللي احنا عايزينه اهو، بحيث يعمل دخول بس وما يعملش خروج، يفضل يكمل لحد باقي الفيديو، ونقول اوكي اهو. نجرب تاني اهو، نعمل تشغيل اهو، زي ما انت شايف ادي الفيديو بيخش. طبعا هنا في مشكلة في البوزيشن، نرجع تاني برضه ونخش للادفانس، ونخش على الفيديو ونشوف البوزيشن بتاع الفيديو ده بتاعنا اهو. نتحرك الفيديو شوية عشان نشوف بعد ما نخش ليه هنا اهو، ليه واقف على اليسار، فنقدر نحدد البوزيشن، نسحب الفيديو بتاعه شوية ونظبط البوزيشن بحيث يظهر الشخص في وسط الصورة اهو. طبعا تقدر عن طريق زي ما قلنا السحب، او تقدر تخش على الاعدادات المتقدمة وتخش هنا اهوت وتعمل السكيل حسب الاكس والواي حسب موقع الشاشة، او تقدر كمان تعمل زوم ان وزوم اوت. بعد ما تخلص كل حاجة بتقول اوكي، نعمل بروفيو تاني اهوت ونتأكد ان كل الفيديوهات شغالة بالطريقة اللي انا عايزها، نقول اوكي ادي اهوت بيستعرض الفيديوهات، وبيفضلوا ماشيين مع بعض لحد ما قلنا كام 30 ثانية حسب ما محددين اهو، لحد ما الفيديوهات تكمل مع بعض 30 ثانية. ده كانت نظرة سريعة لكيفية عمل سبليت سكرين او مؤثر تقسيم الشاشة على فيلمورا اكس. ارجو ان انتم تكونوا استفدتم بشرح النهاردة، ويا ريت ما تبخلوش علينا بلايك وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.